سبب الاصغار يقولون الشرقيون لا يخافون من شيء لكنهم يخافون من حقوق المراه. اعتقد هذه احد الاسباب يعني. والا ما انا ما افهم، هسه انا محامي، انا رجل محامي وخبير قانوني. نعم. القوانين العراقيه احنا عندنا الفائده وهي الربا، موجوده بالقانون المدني. بالقانون المدني عندنا الفائده، الفائده مو ربا مو حرام. نعم. هاي ما حد يقول فيها. الفائده بها فائده استاذ محمد. ها؟ الفائده بها فائده لبعض الجهات، لكن حقوق المراه يبدو انها يعني ما بها فائده لاي جهه. اي هاي ما يحكون بها، مو هذه نص قراني ربا، شو هاي ما يسولفون بها. الاحكام العقوبات القران مو يقول قطع اليد وكذا، احنا نسجن ما عندنا قطع يد ولا عندنا جلد ولا عندنا سوالف، شو هاي ما يسولفون بها. الاحكام الشرعيه من تجي يم المراه لازم نطبق احكام شرعيه، ما هو احنا يابا قوانيننا كلها القانون المدني والله مو يم الشرع، قانون العقوبات مو يم الشرع، اجيتوا يم المراه لازم تطبقوا احكام شرعيه. المرأة والطفل سيد محمد للأسف. هاي التفسير الوحيد والله، ما أنا ما جاي أجد تفسير صراحة. طيب يعني وسط هذا الضغط الشعبي، الرفض الشعبي والإعلامي، منظمات المجتمع المدني يعني، وطبعا يقابله إصرار من بعض النواب على تعديل القانون، هل هناك إمكانية لتعديل بعض الفقرات بطريقة ربما تكون ملائمة للمجتمع المدني؟ طبعا مع العلم أنه البعض يقول أن الهدف أصلا من القانون هو اغتيال المدنية من المجتمع العراقي. هذا التعديل مرفوض بالمجمل، لا يمكن إجراء أي عملية تجميل لهذا التعديل، لا يمكن إجراء أي عملية تجميل لأنه مشوه بالكامل. هذا التعديل مشوه بالكامل، لا يمكن إجراء عليه أي تجميل أو أي إضافات، ما ممكن. يجب سحب هذا التعديل فورا، هذا الحل الوحيد. أما تجميله بأي فقرة من الفقرات والله أصلا ما حيجملوا، شو يجملوا؟ هم ناس ضد المرأة، ضد المدنية، ما ممكن ما ممكن. هسه احنا تقول مدنية، ناس تسأل تقول أنتم كذا، يا المرأة، المرأة مو هاي أمنا وهاي أختنا وهاي كذا، شو السالفة؟ ايش هالنظرة الغريبة؟ ايش هاي النظرة الغريبة للمرأة؟ يا ترى هاي أمهاتكم، مو هاي أمهاتكم، أمهاتكم، بناتكم، خواتكم، شو السالفة؟